فضيلة الشيخ في موضوع آخر، إذا لبس الإنسان الجورب الشراب ثم مسح عليها ثم لبس شرابا أخرى، فلما جاء وقت الصلاة الثانية مسح على الشراب الأخرى وقد لبسها على طهارة ثم صلى، هل يعيد صلاته؟ لا يعيد صلاته، هذا الصحيح أن هذا جائز، يعني إذا لبس خفا على خف قد مسح، يعني مسح الأسفل فليمسح على الأعلى، لكن في خلال مدة المسح ابتداء من المسح الأول.